خمس سنوات، مرت منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المبادرة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري، مستهدفة تحسين ظروف المعيشة لنحو 60 مليون مواطن مصري إيماناً بحقهم في أن يحيوا حياة كريمة. المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير من عام 2019 عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، مشيداً خلالها بالمواطن المصري البطل الذي خاض معركة البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ليوجه الرئيس الدعوة لمؤسسة وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسة المجتمع المدني لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئة المجتمعية الأكثر احتياجاً. وفي احتفالية حشدة باستاد القاهرة، وقع رئيس السيسي على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، معتبراً أن انطلاق ذلك المشروع الوطني إنما هو تدشين للجمهورية الجديدة. انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة، بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. وأنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح، مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة. زيارة عدة قام بها الرئيس السيسي إلى القرى التي تم تطويرها عبر مبادرة حياة كريمة لتصبح قرى نموذجية شاملة توفر الخدمات كافة لقاطنيها. ولعل أبرز تلك القرى قرية سوس الأمراء ببني سويف، وقريتا طما وأم دومة بسوهاج، وقرية الأبعدية بمحافظة البحيرة، وقرية المعصرة بمحافظة المنيا. المبادرة التي تعد الأهم في تاريخ مصر الحديث تضمنت شقاً للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. كما سعت المبادرة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وتحسين بنية تحتية والارتقاء بمستوى المعيشة وتقديم العديد من الخدمات في مختلف القطاعات. حياة كريمة، كثير من الإنجازات تحققت على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات في سباق مع الزمن للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي الحياة، ضمن مشروع هو الأسمى لبناء الإنسان المصري.